ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قلنا من فضائل هذه العشر الأواخر من رمضان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وسيد الأتقياء كان يكتد في هذه العشر، حيث كان يحيي الليل ويقيم الليل. أم أسماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. لو سمحت يا حضرة الشيخ، أنا بس أنا عن الفلوس الربا. أنا طب ممكن بس على صوتك شوية. أنا معي 4 عيال وجوزي معك 4 أولاد. هم وجوزي كان معاه عربية، وبعد ما اتجوزنا وخلصنا جوزنا أول بنت ولعت العربية وجوزي مات. فالعربية عليها 19,000 جنيه، وصاحب العربية رفع عليا قضية، ومفروض يوم الخميس اللي جاي ان انا هتحبس ب3 سنين، وانا مش هعرف ان انا هتحبس عشان عيالي. لو اتحبست عيالي هيتشردوا، ولو خدت فلوس بالربا عايزة اعرف هسدها كام. يعني انا المفروض هاخد من واحد 19,000 جنيه هردهم 35,000 جنيه. طيب هجاوبك، حاضر هجاوبك دلوقتي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنك، اللهم امين يا رب العالمين. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولكن أنا دائما وأبدا حينما أتكلم في هذه القضية مساعدة الآخرين، يجب على الإنسان أن يكون كيسا فطن. بعضا من الناس، أنا لا أقصد حضرتك، بعضا من الناس يمتهنون هذه المهنة، وسيدنا النبي قال في حقهم لا يزال الرجل مسألة، أو بيسأل الله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله، لا يزال الرجل يسأل الناس بمسألة يسأل الناس حتى يلقى الله وليس في وجهه مذعة لحم. يعني عمال يسأل الناس بغير حاجة، والله أقول لكم على حاجة، حتى يلقى الله وليس في وجهه لحم وجهه يتساقط، لأنه يسأل الناس مع أن الله أعطاه من فضله الكثير والكثير. ولذلك والله سبحان الله، أنا يعني كنت قضية شفتها بس بعد هذا الاتصال. أستاذ سهام، ألو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. الو، اتفضلي يا فندم. عليكم السلام. نعم، وحضرتك بخير. وحضرتك يعني بالصحه والسلامه، اهلا وسهلا. معلش عندي 3 اسئله بس لحضرتك بعد اذنك. الاول انا بس عندي سرطان، ربنا يعفي عن الجميع يا رب. اللهم امين. كنت عايزه اعرف العلاج اللي انا باخده، هل لازم افطر عشانه؟ اصلا باخده بعد الفطور وقبل السحور، بس بيحصل لي مضاعفات طول النهار. طيب السؤال دلوقتي، الدكتور المعالج، الطبيب المعالج، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيك يا رب العالمين بحق هذه الايام المباركه وبحق هذا الشهر المبارك الامين، اللهم امين يا رب العالمين. الدكتور قال لك تفطري ولا لا؟ والله الدكتور قال لي افطري لان حالتي يعني. طيب اذا الدكتور قال لك افطري تبقى تفطري. المفتي مش انا بس، خلي بالك معايا بس. مقصود والله، بس عارف يعني بيصعب عليا ده شهر في السنه والواحد بيبقى نفسه يصوم. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رخص لك هذا، اللي فرض الصوم هو الذي رخص فيه برضه الافطار. قال لك وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين اصحاب الاعذار. المريض اذا كان هذا الصيام يؤدي الى الضرر به ويؤدي إلى وفاته أو يؤدي إلى الضرر بحياته فلا يجوز، بل يحرم عليه الصيام. ده ربنا اللي قال كده مش أنا اللي قلت، وربنا قال لك تحت في الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الفيصل الدكتور إن قال لك افطري افطري وتطعمي عن كل يوم مسكين، يعني وانت حضرتك في هذه الأيام المباركة بتجهزي الفطار لأولادك أو للزوج، تجهزي وجبة زيادة وتخرجيه. تمام؟ شاء الله. الله يديك الصحة. التاني التاني، انا يعني انا والدي ووالدتي متوفيين او كده، ومعايا اختين يوتما، يعني انا اللي مربيهم والحمد لله، ربنا مقدرني الحمد لله وانا اللي مربيهم الحمد لله. بس في الوقت الحالي الاخت يعني في اخت فيهم انا كاتبه كتابها او كده، هل يجوز ان انا اخد من حد يعني بعض الذهب وارجعه له بالزياده علشان اجوز اختي لاني دخلتها 3 شهور؟ طيب ماشي. واحنا يعني ده السؤال الثاني. الثالث، السؤال الثالث، انا بصلي وانا قاعده لاني عندي هشاشه برضو في العظام. فما بقدرش اقوم، كل يعني اول ما بحس ان انا خلاص مش قادره بقعد. هل ده يعني حرام او في تجاوز او كده؟ طيب حاضر هجاوبك دلوقتي. شكرا. بالنسبة للسؤال الثاني بتقول الذهب تاخده وترجعه بالزيادة، لا يجوز.
الذهب بالذهب والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل. شوف سيدنا النبي قال كده في الحديث، يدا بيد مثلا بمثل. انما الزياده لا تجوز، الزياده تبقى ربا. انا خدت 100 جرام ذهب استلفتهم او اتجوزت بيهم اختي او برجعهم 100 جرام زيهم، 101 يبقى لا يجوز، 101 لا يجوز، يبقى ربا. بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل. يبقى الإنسان يجب عليه أن يكون في هذا الأمر كيسا فطن، ولا يدين نفسه ولا يدخل في دائرة الربا، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والله قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. القضية الآن الواحد بيستسهل يا عم الشيخ، القضية دلوقتي بقى الواحد بيستسهل لك، أنا الفقر مضجع ومش لاقيين والدنيا والغلا وتلاقي عمال يكب لك مليون حاجة. طب أسهل طريق إيه؟ مش إنه يشتغل ولا يعمل جمعية ولا غير ذلك، ولا يجيب على قده، يجيب على قده في الجهاز. في الجهاز إحنا بنشوف 15 عربية و20 عربية في بلادنا الأرياف محملينهم يتباهى، يبقى ابوها مش لاقي يعني اللقمه ولا لا ياكل، فقير معدم ويستلف من ده ويستلف من ده، ده حرام والله، والله حرام. اعظم النكاح بركه ايسرهن مؤنه، اعظم النكاح بركه الخفيف ليس فيه غلو ولا افراط ولا تفريط. يوم ان تخلينا عن النصوص القرانيه وعن النصوص النبوية وعن شرع الله سبحانه وتعالى وعن شرعه وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى ما وصلنا. يجب علينا أن ننتبه إلى هذه القضية، قضية المغلاة، وتؤدي إلى العنوسة وتؤدي إلى الزواج العرفي وتؤدي إلى كذا وتؤدي إلى كذا، وده كله بسبب الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا. طب إيه الغاية؟ لعلهم يرجعون. يبقى ننتبه الى هذه القضيه. اما بتصلي وانت حضرتك مريضه فلا شيء عليك في ذلك، اسال الله ان يشفيك. استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ احمد. ربنا يبارك فيك. انا بس عايز استفسر منك على حاجه، الله يخليك. اتفضل. دلوقتي معلش، المرأة الحائض لو جاها مثلا دوره برمضان أصلا متزوج، وأنا قلت لك على الحاجة دي. إيه؟ المرأة الحائض لو أتتها الدورة في رمضان، إيه بعد كده؟ يعني هي يعني تنفع كفارة ولا تصوم بعد رمضان؟ هقول لك دلوقتي. حاضر. من مبطلات الصيام الحيض والنفاس، فإذا أتى الحيض للمرأة ولو قبل أذان الفجر بدقيقة يجب، بص، يجب عليها أن تفطر، خلي بالك. ويستحب لها أن تمسك بقية اليوم ثم بعد رمضان تقضي هذه الأيام. طب ليه يا مولانا؟ الحكمة بقى دلوقتي عشان نشوف ليه الصلاة المرأة لا تقضيها ورمضان المرأة تقضيه. خلي بالكم الحتة دي، ليه الصلاة المرأة لا تقضيها، الحيض والنفاس لا تقضي هذه الصلوات الفائتة، وأما الصيام فتقضيه. الحكمة لأن الصلوات تتكرر في اليوم 5 مرات، أما الصيام فهو شهر في العام، يأتي كل إيه عام مرة واحدة، ضيف عزيز كريم. الحكمة أن ربنا سبحانه وتعالى اللي أمر النساء أن هي بعد رمضان إذا تتها العادة الشهرية أو تتها الدورة أو البيريو بعد رمضان إن شاء الله تشوف هذه الأيام اللي هي فترتها 3 أو 5 أو غير ذلك أو أقل أو أزيد، بعد رمضان تقضي هذه الأيام. على الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها ومن سائر أمهاتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه في العشر الأواخر من رمضان؟ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أمورا عظيمة صلى الله على حضرته. أول حاجة قلناها كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل، زي ما قالت سيدة عائشة إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، دا
لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شد مئزره اي اجتهد في الطاعات والعبادات لله رب العالمين، وهي كنايه ايضا عن اعتزال النساء، يعني كان مع الله قولا وفعلا وعملا لا يلتفت ايه الى شيء، منقطع عن الدنيا، في عزله عن الدنيا، قائم واقف بين يدي الله، مناجيا مولاه، قارئا للقرآن، تاليا له، متفكرا في آيه، متدبرا لأحكامه، داعيا المولى، يساعد الفقراء، يقضي حوائج الناس، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يبقى أول حاجة ده سيدنا النبي، ولذلك يعلم بأن قيام الليل هو ديدب الصالحين وهو طريق الناجحين، وأن قيام الليل هو طريق المتقين، ولذلك يقول الله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. شوف بقى القرآن، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يناموا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أستاذة فاطمة. أيوة. السلام عليكم، اتفضلي. كل سنة حضرتك طيب. والصحة والسلام، الله يبارك فيك. أنا أرملة ومعايا بنت يتيمة ومريضة ومعاقة وشايلة لها 100,000 جنيه في البوسطة للزمن، لو مت أي حد ياخدها يجيب لها العلاج. حلو. هي مريضة مش هتتجوز ومعاقة وبتاخد علاج في الشهر 600 جنيه. تمام. قالها 100,000 جنيه والشغل من معاشنا حصلناها في دفتر في البوسطه. هل عليهم ذكر؟ حاضر هقول لك دلوقتي. مر عليهم سنه ولا ما مرش؟ مر عليهم سنه 4-5-6 سنين. طيب حاضر هقول لك دلوقتي. بس دي فلوس المعاقه ومريضه. حاضر دلوقتي. وذوي الاحتياجات الخاصه. حاضر. وانا ارمله لو حاضر. حد يصور لها برحمته ويجيب لها العلاج كل شهر. الله ارحم بعباده من الام بولدها. حاضر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها يا رب العالمين. بص يا استاذه فاطمه، الزكاه حق الله سبحانه وتعالى، لا تسقط باي حال من الاحوال الا في حاله واحده، اذا كان الانسان فقيرا معدوما، او اذا كان المبلغ لا يساوي النصاب، او فاقد للشروط اللي احنا ذكرناها قبل كده واللي احنا بنقولها كل شويه، اللي هو حولان الحول او بلوغ النصاب. ده لو في هذه الامور يبقى تسقط الزكاه. انت بتقول معاكي 100,000 جنيه وشايلهم في البوسطه، اذا بلغوا النصاب اخرج عليهم زكاه؟ نعم اخرج عليهم زكاه، لان الزكاه حق الله، قال الله فرضها الله، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. السؤال دلوقتي وانا شايفك بتقولي لي يا مولانا ده هي يعني من ذوي الاحتياجات وهي مريضة وهي وهي وهي، إن منعنا حق الله منع الله البركة منا. كل لله كما يريد، يكن لك كما تريد، وفوق ما تريد، ويلل لك الحديد. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. جانا سؤال في الفصل، حد بيسأل بيقول يا مولانا هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يقفون مثلا في الإشارات، أو من يقومون بأنهم يسألون الناس؟ أقول للأسف أن كثيرا من الناس اتخذوا هذه أو اتخذوا هذا الفعل للشحاتة، بمعنى يسألون الناس ويتكففون الناس، يعني يستطيع أنه يشتغل، يستطيع أنه هو يقوم بالفعل أو بأي أمر أو بأي عمل يتكسب من وراءه. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم لا. أن واحد يأخذ الحبل بتاعه كده ويروح يجيب شوية حزم حطب ويولع فيهم ولا يتاجر فيهم ولا يعمل بهم اي حاجه او يحتطب، خير له من ان يسال الناس، خيرا له من ان يسال الناس اعطوه ام لا. لا يزال الرجل بمساله يتكفف الناس، يعني يسال الناس، حتى يلقى الله وليس في وجهه مذعه لحم. قلناها وبنقولها تاني،
الناس اللي عماله تاخد دي مهنه ما ينفعش لا يصح، يجب ان واحنا بنساعدهم على كده. طب يا مولانا انت بتقول واما السائله فلا تنهار، مش من الزكاه مش صدقه، ماشي مفيش فيها مشكله انت حر، واما السائله فلا تنهار دي في الصدقات، انما في الزكاه بشوف الفقير المعدم المصارف الثمانيه اللي ربنا قال لنا عليهم، اللي هو قال انما الصدقات للفقراء ادي واحد، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم، من سوره التوبه. يقول لك وفي سبيل الله، دي بقى جوز العلماء منها كتير بقى، قال لك يجوز للمستشفيات ويجوز للجوامع ويجوز لكذا ويجوز لكذا ويجوز للفقراء ويجوز لطلاب العلم الى غير ذلك، ما دي ما فيش فيها مشكله، انما اللي هم بيسالوا الناس وعمال يشحطوا في والى غير ذلك هذا لا يجوز. وكذلك الذي يعني يتكلم بناس مع كثيرا من الناس، قبل الفصل قلت لكم ان انا اقول لكم على قصه والله رايتها بعيني، رجل وحكيت لي، رجل يعني كان كل يوم ينزل يلبس بدلته، يلبس بدلته ويلبس يتشيك يعني زي ما احنا بنقول على سنجة 10 او سنجة 100، وبيركب عربيته الجميلة، وبعد ذلك اكتشفه واحد من الناس ويسير وسوى أجرة يعني، هو في إشارة من الإشارات وجده يلبس جلبابا ويكون وجاب أسطرة اصطنعها ووضعها وكأنه يعني لديه قسطرة ويقوم بسؤلان الناس، مع أنه ينزل كل يوم ومشهور في منطقته وفي مكانه بأنه رجل كذا ورجل كذا ورجل كذا، لكن انظروا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب به خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أم لا. ننتبه إلى هذه القضية. أستاذة رؤية. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت أسأل حضرتك سؤال بس يا شيخ حازم. اتفضلي. كل سنة وحضرتك طيب الأول. وحضرتك بالصحة والسلامة ربنا يبارك فيك. دلوقتي أنا عندي على طول وسواس إن أنا هموت، أو على طول أحس إن أنا مش هكمل مشواري، هموت دلوقتي، على طول حاسة إن أنا هموت في اللحظة دي. ده الأستاذ ده مستمر ولا منقطع ولا إيه؟ هو مستمر أو معايا. طب رحت للدكتور؟ لا ما رحتش للدكتور. ليه؟ ما حبيتش إن أنا أدخل في نفسي علشان ما أخدش علاج وكده وأتعب يعني. طب أذكر ربنا ممكن يكون يأذي عليا بالضد يعني. لا بالعكس، ده سيدنا النبي بيقول لك تداووا فما خلق الله من داء الا وجعل له دواء. طيب انت حالك ايه مع الله؟ ودايما لا الحمد لله في سنه الحمد لله. بمعنى؟ يعني بصلي الحمد لله واذكار الصباح والمساء منتظم. مواظبة عليها؟ مواظبة عليها؟ الحمد لله. الحمد لله. مواظبة على الصلاة وعلى اذكار الصباح والمساء الى غير ذلك؟ الحمد لله. وفعل الحمد الطاعات؟ لله. طيب هجاوبك نعم؟ دلوقتي. وفعل الطاعات يعني؟ اجاوبك دلوقتي. حاضر ماشي اتفضلي. اذا يجب على الانسان ان يكون مع الله في كل حال وان. استاذه رقيه بتقول عندها وسواس، على فكره من الكبر ان انا اما يكون عندي اي شيء، هتقول لي يا مولانا الكبر مش فيه، بس طولي بالك طولي بالك، الكبر بيبدا بالعجب، أو إن أنا خايف الناس تقول لك ده أنا مريض نفسي، أو عندي كذا أو عندي كذا. لا، تداووا عباد الله فما خلق الله من داء إلا وجعل له دواء، لكل داء دواء. أنا بروح للطبيب بشوف الطبيب رأي الطب إيه، قد يكون شيء بسيط ولو أنا تركت هذا الشيء يتراكم بعد ذلك يبدأ يكبر تلاقي فيه مشكلة، فبالتالي أنا ألحق نفسي. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يبقى أنا البصير على نفسي، أنا طبيب نفسي، أروح للطبيب أسأل الطبيب والله أمر فيه كذا 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 كذا، والله الطبيب اداني الدواء وارتحت عليه فبيع ونعم، ما ارتحتش عليه أعمل إيه؟ وأنا مع الطبيب وأنا مع الدواء مع الله قبل الطبيب وقبل كل شيء، أصلي لله، أقف بين يدي الله، أسأل الله وأقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك،
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الهم والغم، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أدعو ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأدعية المأثورة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقولي وأفوض أمري إلى الله يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يسترك، كل سنة طيب. كل سنة وأنت طيب على الشيخ. ربنا يحفظك، تفضل يا سيدي. وأشرف البرنامج وكل اللي في البرنامج. الله يخليك ويبارك فيك، تفضل يا فندم. أنا بخدم واحد عاجز يعني كده لله؟ لله كده بثوابها يعني، ففي ناس بتديني فلوس عشان يجيب له أكل أو بتساعده، أو هو لو حد أعطى له فلوس بيديها لي. فانا ممكن دارسه وبتخش الحسابات في بعضيها، فانا قلت له يا عم انا مش هاخد منك فلوس او مش هاخد من حد فلوس، فلقيتها هتخسر، فقال لي خد اللي يجح في ذمتك انا مسامحك فيه في اي حاجه. حلو قوي. انا ضميري تعبني، انا بنسى وبترجع وممكن انسى في حسابات. انت يعني اجيب له بتعرف تكتب؟ بتعرف تقرا وتكتب يا ابو عبد الله؟ نعم يا شيخ. بتعرف تقرا وتكتب؟ لا والله انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، ومعايا العيال، ولا ممكن انسى اجيب حاجه واكتبها، ويعني احنا الحمد لله متضامنين بفطار وباي حاجه. طب الحمد لله فضل الله. هو فوضك قال لك لو 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 حاجه دخلت ذمتك مفيش مشكله؟ قال لي بص انا مسامحك في اي حاجه تعملها خلاص. تاخدها تجح في ذمتك. ما فيش اي مشكله، ما فيش اي مشكله، لان المال ده يعتبر ماله هو وموجه اليه، أصبح مالكا لهذا المال، فللمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء. خدت بالك من النقطة دي؟ يعني إيه بقى فللمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء؟ أنا إنسان فقير، هضرب المثال على نفسه، فجاء عم محمد وعم أحمد وعم عبد الله وإلى غير ذلك، قال لك إيه خد يا مثلا يا عماد الفلوس ديت اصرف بيها على حازم، خلي بالكم. فعماد مثلا ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، فيعمل إيه؟ فبيصرف بيه على حازم، لكن من الشغال والى غير ذلك بيدخل فلوس في جيب عماد. فعماد راح قال لحازم، فانا قلت له انا مفوضك، اللي يخش يجيبك ما فيش فيها مشكله، واللي تجيب ما فيها مشكله يا عماد. خلاص يبقى كده خرج الامر من حولك وقوتك، يعني ايه؟ يبقى ما عليكش لا ذنب ولا اثم، لان انا الملك اهو، فوضت مين؟ فوضتك انت في هذا الامر، او فوضت عماد في هذا الامر، فلا شيء عليك يا ابو عبد الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلك من المتقين المخلصين. تخلي بالك اقول لك على حاجه، ده انا بشرك ببشرى، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيكون شفيعا لك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيباهي بك الامه، الله سبحانه وتعالى سيكون في عونك وفي عون اولادك. ده مش انا اللي قلت، من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد. خلي بالك من حديث سيدنا النبي، صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، صلى على الهادي البشير، الله اكبر ان دين محمد وكتابه اقوى واقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فاطفئ القنديل. يا امه النبي عودوا الى سيدنا النبي. شوف سيدنا النبي بيقول والله في عون العبد، ده مش انت اللي والله في عون، ربنا اللي في عونك، بيساعدك، بياخد بايدك، بيفاديك في امور، بينجح لك اولادك، بيرزقك باموال، بيفتح لك، علاوه على ذلك انت في معيه الله، علاوه على ذلك ربنا يقبلك، علاوه على ذلك انت تكون من الذين يظلهم الله في ظله، لانك تقوم بالصدقه. خلي بالك الجسد له صدقه، الجسد ده له صدقه، ان تساعد الاخرين، ده قضاء حوائج الناس ديت قضيه يعني ان شاء الله نعمل لها حلقه باذن الله. ده شوف الصحابه رضوان الله عليهم يقولون، شوف الصحابي يذكر لنا هذا في حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر في الصحيح او رواه بعض اصحاب السنن، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقام للصلاه ويقف الحبيب صلى الله عليه وسلم ليؤم الناس، فيأتي الرجل فيسأل الحبيب، فيطيل الحبيب صلى الله عليه وسلم معه الكلام
حتى كاد الصحابة أن ينعسوا، يأخذهم النعاس النوم من كثرة إطالة الحديث بين سيدنا الرسول وبين هذا في قضاء حوائجه. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال من سيدنا النبي ده؟ إيه العظمة من سيدنا النبي؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. قلت صدق الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.